كان هذه فرصة مبروكة اللي تلقينا في واحد الفضاء، فضاء ديال سيفيا، وحنا كطنجاوة كتعرفنا عندنا حنين عن الأندلس، وبالأخص كرة القدم دائما كانت كتعيش معنا يوميا. ومدينة طنجة صراحة أنا كطنجاوي بلادي عزيزة عليا، فخور بازديادي في طنجة، ونتمنى بأن طنجة هو صراحة يكون عندهم الحق تاهما في الازدهار، ومستقبلا تاهما يدخلوا في أوروبا، لأن احنا إذا حللنا احنا ناس أوروبيين قبل الوقت. احنا طنجة اللي عشنا في الستينات عشنا في واحد طنجة مزدهرة، كنا عايشين متبرعين، فهمتي؟ ولهذا نتمنى إخوان تاهما إن شاء الله مستقبلا يتقدموا ويدخلوا في ازدهار اقتصادي وفي ازدهار اخلاقي، ويعيشوا تا هما عندهم الحق في الازدهار. طنجة عزيزة علينا وحبيبة علينا، ونتمنى وتبقى هيدا عايشة اليوم. مثلا على ما لاحظت اخيرا بان اقتصاديا الدنيا بدات كتحرك، لان السنوات قبل من هذه التسعينات كانت صعيبة بزاف، ونتمنى بان الإخوان ديالنا وما أولادهم يكون عندهم الحق في القراية، الحق في الصحة، الحق في الخدمة، وطنجة تسترجع ديك الشن ديالها وديك الهمة ديالها، لأن طنجة فريدة من نوعها. وحنا يا طنجة والي اليوم عايشين في الخارج لنا حنين على بلادنا، ونتمنى ومن دول رجعوا لبلادنا يستقبلونا، يعرفوا بأن احنا كنحاولوا في الغرب نعملوا المجهود ديالنا باش نساعدوا المجتمع ديالنا، المجتمع المدني. احنا بلادنا عزيزه علينا، ولما كنقولوا طنجة في المخيال العالمي عندها واحد الوزن لا يتصور. وانا نتمنى طنجة تبقى ديك النمط ديال الاسباني المحض، عندنا البر من لورا الحانات وتكون طبا، وبارك علينا بديك الشعوادة. قال لك سيدي لا، هالدنيا ماشي تقادة ما تقادة، هارا نعيشوا الحاضر، هارا نتبرعوا في الحاضر. وديك الساعة الأخيرة ما عارفينش شنو كاين، باقي ما مشى حتى شي واحد ورجع قالنا شنو كاين تما. فعلا كيقولوا لنا ماشي يكون الويدان ديال نبيد، عندكم الحق في الحريه ديال النساء، ولكن حنا بغينا دابا ما تنستناو تنموتوا. هذيك لا، انا دائما كنقول يجب علينا ان تكون التعدديه، المواطنه التعدديه، اي ما يسمى بالفرنسيه سيتويانتي بلوريال، لان طنجاوي هو فيما فحال ديك الحوته سيبته في البحر الابيض المتوسط كيعرف يعوم، صرت مثلا في الاطلنطيك الاطلسي البحر اللي يعيش. ولهذا حنايا صراحه كنشوفوها اليوم عاطين نتائج في دول راقيه الحمد لله، بديك الفضل ديال الوالدين ديالنا، بديك الفضل ديال الحضاره، بديك الفضل ديال التراث، بديك التربيه اللي تربينا في الديور ديالنا. لا ننسى التعليم ديالنا كان في المستوى، انا فخور بالتعليم اللي في باطوطه مثلا. الشي حميد بوزيد كان المدير عندنا، كان دائما كيحاول كان يكوننا، واليوم فعلا حنايا عامل بشري اللي كنخدموا المجتمعات الاوروبيه والمجتمعات الامريكيه. ولهذا نتمنى الناس اللي مكلفة الآن في طنجة وهذيك ما تنساش ولادها اللي في الخارج، ما تنساش ولادها في الخارج، تحاول تساعدنا ملي ندخلوا في الديوانات، ما يبقاش ديك البسالة ديال البوليسي فين داخل، ولد من انت شكون انت هنا، واش ديتي في طنجة، واش هذيك. وأنا كنقول له علاش أنا خلاص في الخبون، هي مكتوبة في البطاقة الوطنية. الله يخليكم، ديك المرسى طنجة كنتمنى تعوضوها باش ملي يجي السائح، ملي يجي اخر من طنجة، الطنجاوي يجبر يدخل مراتو براحته، ماشي هو غير كيدخل العامل المهاجر حتى هو مسكين ما يتكرفسوش عليه يساعدوه. لان ما ننساوش بان ذاك العامل المهاجر بفضل ديك الفلوس اللي كيسرد البلاد كتبنى. ولهذا كنسلم على الاخوان كاملين، اصدقاء كاملين،
كنسلم عليهم وعلى عائلتي وعلى الدراري اللي كنا في الكامبو تشريف. دوزنا ايام ضخمه، تبرعنا الكره وكنا عايشين في واحد الراحه. ايوا وهذا هو طلب الاخوه بان طنجه ترجع لديك فين كانت. هذا الشيء اللي كنطلب، وطنجاوي يبقى طنجاوي واخا يمشي في ما يمشى، يبقى دائما ديك الطنجاويه هذيك ديالو، فهمتي؟ ديك الهضره، فهمتي؟ اللي كنتكلموا، فهمتي؟ وفحال في جنان قبطان، فحال في دار البارود، فحال فهمتي في المصلى. هادو احياء شعبيه اللي عندها تاريخ، ولهذا نتمنى بان طنجه تسترجع ديك الحضاره ديالها. شكرا.